من 28 أكتوبر ل 31 أكتوبر السعودية على الموعد مع أكبر حدث إبداعي في المملكة. بعد تأجيل العديد من الفعاليات هنشوف النشاطات والفعاليات بترجع تدريجيا، والمرة دي مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء اللي هيطلقوا النسخة الثالثة من تنوين لعام 2020 بعنوان القادم الجديد. خلال 4 أيام هيقدم موسم تنوين مجموعة من الخبرات الدولية وورش العمل والحوارات من خلال مختصين في جميع أنحاء العالم من الهندسة، التصميم، الفنون، الاقتصاد الإبداعي وغيرها. حدث هينقل الإبداع للمستقبل من أجل خلق محتوى محل الصنع. وبعد استقطاب تنوين آلاف الزائرين في المواسم الماضية، إيه اللي ممكن نتوقعه من حدث السنة دي؟ بعض المتحدثين الشباب من تنوين 2020 معانا في البرنامج النهاردة عشان ياخدونا للكواليس ويقولوا لنا عن دورهم بالقادم الجديد. فعلا هذه النشاطات بتعطي كتير من الامل للشباب بمستقبل احلى. وهلا بنستقبل اول ضيوفنا لنحكي بهالحدث، مسؤوله الابداع في اثراء وضحى النفجان. اهلا وسهلا فيك معنا بلايف ستايل. اهلا، مرحبا، حياك الله. هاي، مرحبا بك معنا. بغينا نعرف شنو هي اهميه القادم الجديد في هذه الفتره الصعبه اللي كيمر بها كل الشباب المبدعين بالسعوديه والشباب العربي. أول شيء أهلا وسهلا بكم جميعا. القادم الجديد هو ثيم تنوين هذه السنة، فإحنا حاولنا أن كل سنة إحنا نكون عندنا موضوع مختلف من تنوين، بدأ بالزعزعة إلى اللعب وإلى هذه السنة هو القادم الجديد. بغينا أن إحنا نكون مختلفين، على بدل ما تكون ردة فعلنا بس على الأحداث اللي تصير عندنا اليوم، نشوف المستقبل ونصير إحنا البرو أكتف أو الناس اللي يبدأون أولا بالتفكير بالمستقبل، إيش هي الصناعات الإبداعية وإيش مستقبلها المواضيع كلها المختلفة اللي بنتكلم فيها عن تنوين هذه السنة. اوكي، طيب خليني افهم، مين يقدر يسجل للمشاركة في القادم الجديد؟ يعني ايه المواصفات او المتطلبات للمشاركة؟ طيب تنوين هو حيكون مدة 4 أيام من 28 إلى 31 أكتوبر. القادم الجديد بتبدأ المحاضرات بتبدأ الفعاليات يوم 29 أكتوبر وتنتهي 31. التسجيل مفتوح للجميع ونرحب بالجميع التسجيل، سواء اللي كانوا يبون يشاركونا هنا في إثراء بالظهران يكون عن طريق التذكر وعدد محدود، أو إذا كانوا يبغون عن طريق الحضور أونلاين أو افتراضياً. الفعاليات هذه 3 أيام، يوم الخميس اللي هو 29 أكتوبر حيكون في افتتاح المؤتمر، حيكون في حدث فريد من نوعه للافتتاح، وبعدين يوم 30-31 حيكون في محاضرات مختلفة ومتنوعة. نايس. يعني معنى كلام حضرتك إن إحنا نبقى عارفين كل حاجة أول بأول. اي بالضبط بالضبط. وبعدين المتحدثين عندنا جدا مميزين، اسماء انترناشونال ومحليه، مثل رئيس الابتكار في ديزني دونكن ووردد، وشاهد الشهيل المعروفه بالفاشن الاستدامه في مجال الازياء، وغيرها من الاسماء المحليه والعالميه. واو، اوكي. ومعنى كلامك ان اي حد خارج السعوديه يقدر يشارك من خلال اونلاين. بالضبط بالضبط. حيكون الطريق تسجيل أونلاين عن طريق موقع إثراء ومفتوح للجميع، والتسجيل مجاناً ومفتوح العدد لكل الأيام من 28 إلى 31 إن شاء الله. فيعني أترقبكم كلكم تحضروا معنا. أكيد. طيب واضحة، شو الهدف الأساسي أم النتيجة اللي بتحبوا توصلوا لها من خلال هيدا الحدث؟ طيب الهدف من تنوين هو أن إحنا نضع المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية في خارطة إبداع العالم، فإحنا ديستنيشن أو وجهة للإبداع في المملكة العربية السعودية. وأيضا الهدف من المؤتمر هذه السنة اللي هو القادم الجديد أن إحنا نكون منصة للمبدعين وللمهتمين في المجالات الإبداعية أنهم يتناقشون فيها ويجدون نفسهم ويجدون مستقبلهم الإبداعي إن شاء الله. شكرا وضحى هالمعلومات ولوجودك معنا بلايف ستايل.